بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اعزائي المشاهدين مشاهدي قناه الزمالك في كل مكان وحلقه جديده من ملعب الناشئين. الحقيقه كل حلقه بنتكلم في موضوع مختلف. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا على مسابقات البراعم وضعفها والحلول اللي ممكن تتخذها او يتخذها الناس اللي هم بيديروا هذه المسابقات. في حلول كثيره جدا يمكن احنا طرحناها وهنتكلم فيها مره اخرى ولكن مش النهارده هنتكلم في حلقات قادمه ان شاء الله لان الموضوع مهم جدا وهام جدا وانا لما اتكلمت عنه كنت بقول آه تقدير واحترام لكل الناس اللي شغاله ولكن لابد ان يكون هناك تعديل في هذه المسابقات تعديل في نظام المسابقات وهنتكلم بالتفصيل في الحلقات القادمه لكن النهارده عايز اخدكم هنتكلم في عندنا في 2003 و2007 2003 عندنا في نادي الزمالك يا جماعة بتعمل ريمونتادا جامدة جدا زي ما عملوا السنة اللي فات الحقيقة ولكن السنة دي مختلفة الظروف بشكل كبير جدا 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 احنا النهاردة بنتصدر المسابقة اه مسابقة 2003 وفي ظل اصابات مش عايز اقول لكم يعني في حوالي سبع او ثمان لاعبين اساسيين متخيلين اساسيين فعلا مش موجودين مع الفريق بقالهم فتره ومن الممكن ان هم من اسبوعين لثلاثه كمان قادمين ان شاء الله ما يقدروش يكونوا موجوده ومع ذلك نادي الزمالك بيكسب امبي المنافس الاوحد له في هذه المسابقه نادي الزمالك بيحقق نتائج طيبه جدا في مسابقه 2003 يعني على سبيل المثال وليس الحصر، هناك اصابات بالجملة، يعني عندك احمد محمود فاكرين احمد محمود الباك اليمين اللي اعير الى فاركو؟ الراجل ده مصاب هيقعد من اسبوعين لثلاثة، عندنا احمد رفاعي المساك لاعب منتخب مصر جبناه في حلقة في وجبنا احمد محمود ورفاعي بالصدفة من حوالي ثلاث او اربع اسابيع في ملعب الناشئين، في عبد الرحمن الفيومي ايضا مصاب بيغيب فترة لا تقل عن ثلاث أسابيع في قادمة محمد صلاح المو المو صلاح هداف الفريق أيضا مصاب بشكل كبير بالإضافة عبد الله محمد اللعيب اللي هو إيه رومانتي الميزان بتاع الفرقة لعيب العقل المفكر بتاع التيم تقدر تقول عليه إن هو العقل المفكر بتاع تيم 2003 لعيب بيلعب تحت راس الحربه كان اصيب على فكره بصليبي من فتره طويله والمستشار مرتضى منصور مشكورا وامير مرتضى مشكورا سفروه الى الامارات لعمل عمليه هناك وعمل عمليه وايضا التاهيل ايضا كان موجود خارج القطر المصري فطبعا ده ندل على شيء فيدل على اهتمام اداره النادي واداره كره القدم آه... اداره النادي ممثله في المستشار مرتضى منصور رئيس النادي واداره كره القدم ممثله في امير مرتضى مشرف عام على الفريق الاول لكره القدم ومشرف عام على كره القدم بال... بالكامل داخل نادي الزمالك ان هم سفروه بره وعنايه غير عاديه بهذا اللاعب 2003 بيحقق انجاز كبير جدا حتى الان او محقق انجاز كبير جدا حتى الان تصدر المسابقه ومكسب امبي في امبي كل الكلام ده هنعرضه لحضراتكم بعد لحظات ولكن حبيت ان انا اقول لحضراتكم ان هناك آه برغم الاصابات اللي ضربت الفريق الا <ım Laser> ان الفريق كان عند حسن ظن جماهيره بيه وايضا ادارته وايضا مديره الفني والجهاز الفني الحقيقه لان اللي حصل في 2003 الفتره اللي فاتت الحقيقه لابد ان احنا نع نضرب تعظيم سلام لهذا الفريق ولجهازه الفني بقياده طبعا كابتن حسين ياسر محمدي اللي عامل حاله داخل هذا الفريق واللعيبه بتحبه ومساندينه بشكل كبير واللعيبه كمان عندها روح قتاليه عاليه وقدروا ان هم يحققوا مكسب كبير جدا خارج الارض انبي في اخر داره وبرده تصدروا المسابقه ودي حاجه الحقيقه تحسب للجهاز الفني واللاعبين فالف مبروك ليهم وان شاء الله الاصابات اللي موجوده دي كلها تتعالج وترجع بسرعه لان الفريق زي ما السنه اللي فاتت كسب 15 مباراه ورا بعض بدون خساره تخيلوا 15 مباراه ورا بعض وبعدين الاصابات ضربت الفريق الحقيقه في مقتل في اخر ثلاث ماتشات وللاسف الشديد البطوله راحت في اخر مباراه فقط ولكن ان شاء الله السنه دي يعوضوا ويقدروا يخلصوا البطوله بدري. اروح ل 2007 ونفس الكلام اللي قلناه على 2003 كابتن احمد رزق عامل تيم كويس هو وجهازه المعاون عامل فرقه محترمه آه مكاسب على طول آه الروح عالية جدا آه أداء راقي جدا عاملين حالة أيضا داخل نادي الزمالك ومتصدرين للبطولة بشكل آه في المركز الثاني أعتقد آه وبينهم وبين الأول حاجات بسيطة ده من العلامات الكويسه جدا في قطاع الناشئين في نادي الزمالك، هذا الفريق اللي بيخطو خطوه كبيره جدا نحو الفوز بالبطوله لسه بدري اه بس خطا خطوه كبيره جدا وخطوات كبيره جدا للحفاظ على او للفوز بهذه البطوله في هذه العمر السني، وموجود بالمنافسه بقوه شديده جدا 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 فريق 2007، فكل التحيه للاجهزه الفنيه كل التحيه للعيبه كلها اللي موجوده في سواء في 2003 2007 ان شاء الله باذن الله دائما الزمالك باذن الله الزمالك باذن الله آآ آآ يعني في طريقه الى العوده الى منصات التتويج ايضا بعد من, من سنتين فزنا ببطوله تسعة 99 بطوله الاشهر الاقوى الاكبر على مستوى الشيء و 2003 ان شاء الله يعود مره اخرى كل الـ الـ الانجازات وكل هذه البطولات مره اخرى ويعود الزمالك في قطاع الناشئين الى منصات التطويق منصات التتويج باذن الله لان يعني الزمالك رائد الزمالك يا جماعه بنقول ز... يعني زمالك يا دوله شبابك عتاوله لسه سيد نيمار جاب جون ولا اروع ولا احلى عالمي جون يعني اهداف كبالة اهداف نيمار ميسي حاجه كده يعني طلقه في المباراه الاخيره مع مصر في كاس مصر وصعد الزمالك الدور قبل النهائي بفضل شبابه بفضل ناشئيه، هم بقوش ناشئين لكن دول لسه طالعين السنه دي. واكيد بالتاكيد طبعا بن... بنشد على ايديهم جميعا جميعا شفنا لعيبه كتيرة جدا طلع من قطاع الناشئين، قطاع الناشئين دائما مصدر للفريق الاول، لكن الفتره اللي فاتت دي يا جماعه نظرا لوجود الحقيقه وده حق الأمير امير مرتضى منصور على راس آه... قطاع الكره في نادي الزمالك ومع اسماعيل يوسف لا وقبليهم طبعا كان في محمد حلمي وقبليهم العبد لله لا في ناس تقلدت هذه هذا المنصب وصدروا لعيبه مميزه جدا جدا لنادي الزمالك وانتم شايفينهم واحنا جبناهم كلهم هنا في ملعب الناشئين وشفتوا كل اللعيبه الحقيقه تالقوا بشكل كبير جدا جدا جدا